صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا قال شخص يهني صاحبه هذا حظ سعيد، ويعني شيئا أنعم الله عليه كمال أو أولاد، فهل في ذلك شرك لفظي؟ لا، قوله هذا حظ سعيد، ما في شك أن الحظوظ تختلف، حظ سعيد وحظ تعيس، وهذا كله بتقدير الله سبحانه وتعالى. نعم.